السلام عليكم ورحمة الله. دبة البيئة أو الكاتلايزر يعرف أيضا بالمحول الحفاز، وباللغة الإنجليزية الكاتلايت كونفيرتر، هو واحد من الأجزاء المهمة والأساسية في النظام العادم، ويتواجد في معظم السيارات. بالنسبة لمكان الكاتلايزر بيكون بعد مجمع العادم أو الإكزوست مانيفولد. غازات العادم تنتج في شوط العادم نتيجة احتراق خليط الهواء والوقود، ولابد من طرد هذه الغازات إلى خارج المحرك حتى يستطيع المحرك سحب شحنة خليط هواء وقود جديدة. هذه الغازات بتمر على الكاتلايزر اللي بقوم بدور بتحويل هذه الغازات من غازات سامة إلى غازات أقل سمية وضرر للبيئة. والكاتلايزر تم تصميمه ليعمل لفترات طويلة جدا، لكن من الممكن أنه يتعرض للانسداد أو التلف، خاصة إذا كان في مشاكل بعمل المحرك، مثل عمل المحرك لفترات طويلة جدا تحت خليط غني أو خليط فقير، أو بسبب حدوث تفويت إشعال في المحرك أو ما يعرف بالإنجن مسفير. هذا الأمر رح يؤدي إلى تلف الكاتلايزر، حدوث انسدادات فيه، ومن الممكن يتسبب بتكسر مادة الكاتلايزر نتيجة ارتفاع درجات حرارة الكاتلايزر نظرا للمشاكل السابقة. فعند انسداد الكاتلايزر راح يتسبب زيادة الضغط العكسي لغازات العادم أو ما يعرف بالباك بريشر، نتيجة عقد دفع غازات العادم للخارج. وفي هذه الحالة غازات العادم يتم دفعها باتجاه اسطوانات المحرك بدلا من خروجها للخارج، وبالتالي بتسبب باختناق المحرك وبيمنع تنفس المحرك بشكل صحيح، ورح تبدأ العلامات والأعراض مثل فقد قدرة المحرك وضعف العزم بالظهور. في هذا المقطع رح نتكلم عن أهم 5 علامات أو أعراض تظهر عند انسداد الكاتلايزر. المشكلة الأولى، فقد في قدرة المحرك وضعف في التسارع. من أهم العلامات اللي بتشير إلى حدوث انسداد في الكاتلايزر انخفاض في أداء المحرك أو كفاءة المحرك، وبشكل عام بيكون التسارع ضعيف وعدم استجابة لدعسة الوقود. فانسداد الكاتلايزر راح يتسبب إعاقة خروج غازات العادم إلى خارج المحرك، وبالتالي راح يتسبب ضغط عالي في نظام العادم في السيارة، وهذا الشيء راح يعيق سحب خليط هواء وقود جديد إلى داخل المحرك، بمعنى إنه راح يعيق تنفس المحرك بالشكل الصحيح. وهذه المشكلة يمكن ملاحظتها بشكل كبير أثناء صعود المرتفعات، لأن المحرك بيعمل تحت حمل عالي فبيحتاج لكميات كبيرة من الوقود. لكن انسداد الكاتلايزر اللي بتسبب اختناق المحرك وضعف السحب رح يتسبب انخفاض كبير في قوة المحرك، ومن الممكن أن توقف السيارة أو تعجز عن صعود المرتفعات. بالإضافة لذلك يمكن ملاحظة حدوث اهتزازات في السيارة أو توقفها عند محاولة زيادة السرعة، والسبب في ذلك عدم وصول كميات الوقود المطلوبة نتيجة انسداد دبة البيئة. المشكلة الثانية، ارتفاع في معدل استهلاك الوقود. من أهم العلامات المرتبطة بانسداد دبة البيئة ارتفاع في استهلاك الوقود، والسبب في ذلك الانسدادات الموجودة في الدبة راح تؤدي إلى إعاقة خروج غازات العادم. هذا الأمر رح يؤثر على كفاءة الاحتراق داخل المحرك، ونتيجة الضغط العكسي اللي بيدفع غازات العادم باتجاه اسطوانات المحرك رح يتسبب بتلوث شحنة الهواء والوقود داخل اسطوانات المحرك ببقايا غازات العادم، الأمر اللي بيأثر على كفاءة الاحتراق وبتسبب استهلاك كميات كبيرة من الوقود. المشكلة الثالثة، مشاكل وصعوبات عند بدء تشغيل محرك السيارة وتوقف المحرك عن العمل. في الحالات اللي بيكون فيها انسداد كبير في دبة البيئة ممكن تسبب في صعوبات ومشاكل عند تشغيل المحرك، والسبب في ذلك طبعا زيادة الضغط العكسي لغازات العادم. في بعض الحالات ممكن يبدأ المحرك بالدوران وبعد ذلك بتوقف المحرك عن العمل، والسبب في ذلك انه هاي الفترة بتكون كافية لزيادة الضغط العكسي داخل دبة البيئة، وبالتالي راح يتوقف المحرك عن العمل. المشكلة الرابعة، ظهور لمبة تشيك انجن في لوحة العدادات بشكل مستمر. محرك السيارة تم تزويده بعدد من الحساسات لمراقبة كفاءة الكاتلايزر، وتحديدا حساس الاكسجين الثاني اللي بيكون موجود بعد دبة البيئة هو المسؤول عن تحديد كفاءة دبة البيئة. فكمبيوتر السيارة BCM راح يقوم بمقارنة إشارة حساس الأكسجين الأول بإشارة حساس الأكسجين الثاني، ومن المفترض أنه تتغير قيمة إشارة حساس الأكسجين الأول بين 2/10 إلى 0.9 فولت، في المقابل بتكون إشارة حساس الأكسجين الثاني ثابتة تقريبا بحدود 65% من الفولت. وفي حال لاحظ كمبيوتر السيارة أنه إشارة حساس الأكسجين الثاني مشابهة لإشارة حساس الأكسجين الأول، وقتها راح يتم رصد كود للعطل وإضاءة لمبة تشيك إنجن في لوحة العدادات بشكل مستمر. ومن أهم الأكواد المرتبطة بالكاتلايزر الكود B0420. المشكلة الخامسة، زيادة ملوثات العادم والفشل في الفحص الدوري. دبة البيئة هي الجزء الأساسي المسؤول عن معالجة غازات العادم وتحويلها من غازات سامة إلى غازات أقل سمية وضرر للبيئة. فعند حدوث فشل لدبة البيئة أو انسداد دبة البيئة راح يتسبب زيادة الانبعاثات من نظام عادم السيارة، وغالبا عند فشل الكاتلايزر راح يتسبب زيادة انبعاثات الكربون مثل أول أكسيد الكربون والهيدروكربون من السيارة، وبالتالي الفشل في الفحص الدوري للسيارة واللي بتطلب نسب محددة لانبعاثات الكربون الخارجة من السيارة. في النهاية إذا كان عندك أي مشكلة من المشاكل السابقة أو مشكلة تتعلق بدبة البيئة، اكتب في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة.